بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستبقين، إخواني في النظام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأخ باهي مسعود، منسق أم البواقي، ولاية أم البواقي. نزق تحية لكل مستبق وكل مناظر في هذه القضية، وعلى رأسهم السيد الأخ كمال بوزكزة الناطق الرسمي ومفجر الأول للقضية، والسيد داول النائب الثاني في هذه القضية، وجميع الناس اللي قائمة وسهرة على القضية تاعنا، منهم مكلفين بالإعلام، منسقين الجمهورية كامل. المهم واش راح نقول لكم خاوتي، حنا رانا في النضال ديما في النضال ومع المنظمة. كل خطوة تخطيها المنظمة رانا معاها، وأي قرار تخرج به المنظمة رانا معاها في أي وقت وفي أي لحظة، رانا مع المنظمة قلبا وقالبا. نحييو خاوتنا المنسقين البلدية تاعهم الباقية، على رأسهم منسق بلدية عين البيضاء الأخ باقي، والأخ منسق سيقوس محمد حمودي، كذا كما نتحينا. المهم احنا نطلبوا من رئيس الجمهورية اولا يلي يتلفت لينا ويعطي شوية اهمية لهذا الفئة اللي ناضت في التسعينات وسهرت على حماية البلاد بالنفس والنفيس. نطلب من رئيس الجمهورية أن يعطينا حقنا، وحقنا راهو من الشروط، حقنا شرعي. نطلب من رئيس الجمهورية يكون عند كلمته ويكون عند وعده، لأن وعد الحر دين عليه. المهم احنا كمستبقين وكمنسقين، احنا رانا دائما مع رئيس الجمهورية في أي قرار يتخذ، والحمد لله. كما نطلب من الإخوة خاصة الفئة تاعنا 18+، وخاصة من الناس اللي ماشية تحت المنظمة الوطنية لبلاد الاحتياط. السلام ورحمة الله. أنا القيادة العليا، خويا سليم اللباس. المهم لا عفوا يا جماعه، احنا دخلنا لينا زميلنا المستبق سليمان. المهم لا علينا، احنا نطلبوا من الناس اللي راهي من تحت الجناح للمنظمه الوطنيه لجنود الاحتياط التكاتف والتآزر مع بعضنا، وما نسمعوش الناس اللي كل مره واحد يخرج يقول لك في اللايف يقول لك هاي قريبه، هاي ما بقاتش، هاي ما كانش. المهم احنا تفاءلوا خيرا تجدوه. احنا المهم احنا ضد الناس اللي كل دقيقه يخرج لك بلايف وكل ساعه يخرج لك بلايف ويقول لك هاي. احنا نطلبوا من الناس اللي معانا اللي راهم تحت المنظمه الوطنيه لجنود الاحتياط ما ينساقوش وما يمشيوش في اي اتجاه. احنا عندنا منظمه تعطينا اوامر، تعطينا اوامر نمشيو تحت اللواء نتاعها، وهذه هي. والوجه الكلمه لخويا مسعود، وبارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جمعة مباركة لجميع إخواننا المستبقين، وعلى رأسهم الناطق الرسمي كمال بوزكزة مفجر القضية، وجميع منسقي الولايات بما فيه منسقين بلديات ومنسقي ولايات، دون أن أنسى خلية الإعلام ككمال مسعود زهير الشريفي، ونائب منسق الوطني بالنيابة داود مويسي، اللي نوجه له تحية وشكر وعرفان المجهودات اللي راه يقوم بها إن شاء الله، دون أنسى جميع الجنود العشرية السوداء بأكملها. المهم احنا عندنا هدف واحد وهو نيل الحقوق. نتمنى من جميع
اللي يلاحظ فينا ويشاهد في هذا اللايف انه يلتف حول المنظمه وحول القرارات نتاعها. واطلب من سياده رئيس الجمهوريه انه يلبي الدعوه ويلبي الحقوق نتاع المستبقين وجنود العشريه باكملها. ما نقولوش غير جنود العشريه 18 بلس 6 خاطر ماكش هما كل شاركوا المتقاعدين اللي راهم حاليا راهم متقاعدين وجنود ثاني تاع المشطوبين وجنود ومهم جنود العشريه السوداء انهم يلبيونا المطالب نتاعنا خاطر ماكش رايت مطالب مشروعه. على خاطر ماكش حنا في هذا الوقت هذيك حنا اللي خرجنا البلاد من هذا من هذه الازمه هذه من هذا المازق هذا. حنا نلاحظوا درك سبحان الله نص تسوى ونص ما تسواش والجنود نتاع جنود 18 بلس 6 لحد الان ما تسواوش على واه الله اعلم. نطلب من سياده رئيس الجمهوريه انه يلبي يلبي لنا المطالب نتاعنا في اقرب وقت لان صاي ما بقالناش يعني الحمد لله. انا احنا واش راح نقول لك رجل هنا ورجل ليه. ودون ان انسى هذه التكالب على الفئه نتاعنا هذه اللي كل خطره يخرج لنا واحد من هي ويقول لنا هاي كاينه في مارس هاي في جوان هاي في جوي. المنظمه جامي قالت هذه الهضره هذه وقالت مارس ولا جوان ولا جوي. المنظمه نهار كي تكون عندها يكون عندها قرار وتقول لك في جوان او في جوان تقول لك في مارس في مارس. لا قالت لك العام الجاي العام الجاي خاطر ماكش راهي تمشي بتنظيمات تمشي بتنظيم احسن من الاحزاب. حنا لاحظوا في هذه الاحزاب ما يخدموش كما راهي قاعده تخدم فيها المنظمه. الحمد لله عندنا مكاتب ولائيه، عندنا منسقين بلديات، عندنا منسقين جهويين، عندنا منسقين ولايات، عندنا ناطق رسمي. يعني راه قايم بالدور تاعو كما ينبغي. نوجه له التحيه ثاني. واحيط الكلمه الى نائب منسق البلدي لبلديه ام الباقي ولي طفل المشكور. تفضل خويا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين ومن تبعه الى يوم الدين. خوتي المسبقين نشكر خوتنا المسبقين تاع العشريه السوداء على رباع الوطن ونشكر الناطق الرسمي مفجر القضيه ونحييوه من هذا المكان من مكتب ولايه مدواقي وهو مفجر القضيه الناطق الرسمي كمال بوزكزر. ونشكر اخينا داود مويسي ونشكر جميع المنسقين وجميع ذات الاعلام وموجود. المهم بكل اختصار نتمنى لهذه الفئة التسوية في أقرب وقت بإذن الله. ونشكر رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية سيد المجيد تبون. ونشكر نطلبوا من هذه الفئة برب إن شاء الله نتكاتفوا بكرة مع بعضنا. احنا في سفينة واحدة واحنا في مركب واحد ما فيها لا مشطوب ولا متقاعد ولا احنا جميع الناس فيها تاع العشرية السوداء احنا كامل خاوة ونتمنى بإذن الله تسوية في أقرب وقت. والسلام عليكم. بارك الله فيك. والحمد لله. المهم أعيد الكلمة جمعة مباركة لجميع مستبقي الجمهورية ونهاية المباشر. والسلام عليكم ولنا لقاء في أيام بث قريب إن شاء الله. ان شاء الله التسويه ان شاء الله نزيدو موش نديرو بثواعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.